حنا فهاد اليوم هذا ديال 4 يونيو 2023 امام المقر الجهوي ديال الدار ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدار البيضاء في درب عمر. النقطة اللي كان يفترض أن تنطلق منها المسيرة كما كتشوفوا هاد الحصار اللي غلق جميع المنافذ مغلقة. احنا الآن كنتحركوا المسيرة تصر والكونفدرالية مصرون على أنهم يتحركوا كيتحركوا حتى الحدود ديال أنهم كيصطدموا هذا الجدار اللي كاين في جميع المنافذ. المسيرة رغم أننا توصلنا قرار ديال المنع اعتبرنا بأن المسيرة قائمة قرار نافذ وجاو الناس من جميع المدن المغربية وجميع الفروع ديال الكونفدرالية لكن نبدا من الإشارة لأنه واحد العدد ديال الحافلات اللي كانوا جايين تم المنع ديالهم اعترضوا هم وما خلاوهمش يوصلوا وكاين اللي وصلوا ما خلاوش يدخل يجي لنقطة انطلاق. إذن كاين منع اللي ربك بواحد الشكل كبير المساهمة ديال اللي كانت غتكون ربما غير مسبوقة بالنظر السياق اللي كتعيشوا البلاد السياق ديال الغلاء ديال المعيشة اللي وصل لواحد الدرجة غير مسبوقة وبالنظر كذلك الخنق ديال الحريات والحقوق ولعل أكثرها تجلي اليوم هو المنع ديال هذه المسيرة. اليوم لا سيدتي خارجة ولا كحصلنا الشرف أننا النقابة الوحيدة اللي خارجة اليوم واللي خارجة في هذا السياق هذا. إحنا ما قبلناش أنه يمنعونا ما قبلناش أنه يتم الإخلال بالالتزامات ما قبلناش الغلاء وخارجين كنحتجوا وكنشعروا كما يمكنكم تلاحظوا كنشعروا بأنه كاين التفاف ديال المغاربة حول هذا القرار التفاف الناس احتضنونا قررنا احتضنات الجماهير الشعبية وكاين حضور ديال الكونفدراليين وديال غير الكونفدراليين كاين اللي حاضر معنا لأنه اقترع لأنه آن الأوان المغاربة باش يخرجوا. إذن هذه الاعتبارات كلها احنا اليوم خارجين ونرفض هذا المنع مهما كان الثمن وحنا في المواجهة ديال هذا الحصار هذا ومازال نراهن على أنه المسيرة غادي تدوز في هذوك الجدار ديال البوليس وغادي تمشي في المسار ديالها.